لماذا يعني هذا العزوف؟ هذا المشكلة يعني نفسية المواطن العراقي لم تتحسن. يعني هذه الفترة يعني من فترة 2019 ولحد الآن، هاي فترة الإعلان عن سوء الإدارة في الدولة وعزوف المواطن عن العملية السياسية، كان هذا هي النتائج المتوقعة، أنه الطبقة السياسية لم ترمم هذه الهوة بين الجمهور وبين الطبقة السياسية. المواطن يشعر أنه غريب في بلده، لا ننسى نتحدث بلغة الأرقام، هناك أكثر من 30% تحت خط الفقر، هذا شيء معيب في بلد بإمكانياته العالية، أنه بلد يعيش يعني تقريبا ربع سكانه تحت خط الفقر، هناك الملايين يسكنون في العشوائيات، هناك مواطنين لا زالوا لحد الآن نازحين داخل بلدهم، مدن مدمرة بالكامل، خدمات، هذا موضوع الخدمات والبنى التحتية معروف في العراق أنه بعد كل هذه السنوات وكل هذه الأموال التي صرفت لا زاد قطاع الخدمات وقطاع البنى التحتية يعني لا زال يعاني الكثير من المشاكل في العراق، وبالتالي المواطن لم يلمس شيء من الطبقة السياسية خصوصا في هذه الدورة الانتخابية التي انتهت من 2018 ولحد الآن، المواطن في عزلة عن الطبقة السياسية، وبالتالي أتت هذه المقاطعة للانتخابات كرد فعل سلبي باتجاه أنه المواطن العراقي أصبح يشعر أنه لا يوجد تغيير في العملية السياسية طالما أنه نفس الأحزاب ونفس الوجوه ستصعد إلى قبة البرلمان، وبالتالي ستشكل نفس الخبطة السياسية السابقة، أنه هذا الكتل الفائزة بالتأكيد ستكون الحكومة من رحم هذه الكتل الفائزة لن تأتي. نعم سيد يونس، ربما سؤال سابق لأوانه، لكن ماذا سيكون المشهد السياسي في العراق في المرحلة المقبلة باختصار لو سمحت؟ يعني لن ننظر بصورة تشاؤمية، يعني اليوم المسألة صارت واضحة أكثر، يعني هذا الهجوم الحقيقي للكتل السياسية، وبالتالي نتطلع إلى تشكيل حكومة قوية، هذا هو المهم، يعني طالما أنه البرلمان اليوم يعني تقريبا متوازن في الكتل السياسية، هناك توازنات تقريبا متكافئة للكتل السياسية الرئيسية في البرلمان، فبالتالي سيكون هذا مصدر قوة للبرلمان، أنه لا توجد جهة مهيمنة على القرار داخل البرلمان، وبالتالي تحتاج إلى الإجماع، هذا الإجماع سينتج عنا حكومة قوية، بالتالي لا يمكن إلا القبول إلا بحكومة قوية تستطيع إنجاز ما عجزت عنه الحكومات السابقة، حتى نستطيع إعادة هذا الثقة بين المواطن وبين الحكومة وبين البرلمان وبين الطبقة السياسية بصورة عامة، هذا هو أهم موضوع، أنه المواطن يشعر بالمواطنة داخل بلده، في حال عدم شعوره بهذا هذا ستكون أيضا أزمات جديدة، ربما تظاهرات جديدة، نقمة على العملية السياسية برمتها، يعني أنا 2019 كان هناك نقمة شعبية، وحتى المراجع الدينية أيدت هذه النقمة باعتبار أنه الأداء السياسي أصبح منخفضا جدا بحيث لا يلبي الحد الأدى من طموحات الشعب العراقي، هذا العزوف وهذا الابتعاد عن العملية الانتخابية هو رد فعل للمرحلة السابقة وكيفية كانت إدارة السياسة والدولة العراقية في المرحلة السابقة، انعكس على نفسية المواطن بحيث حتى الجمهور المتحزب جمهور الأحزاب عزف عن الخروج إلى أحزابه وإعطاء أصواته إلى مرشحه.